بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. معاكم إن شاء الله على الهواء من 3 ل 4، مستنيين كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اس على 236 الخط الأرضي على 0900936. النهاردة حلقة بيتزا كلنا بنحبها، بنتسئل عليها كتير جدا جدا مهما عملناها. هنبدأها من الأول خالص، ولطيفة جدا جدا في أيام المدارس، لأن تقدروا أنكم تعملوها وتشيلوها في الفريزر وتطلعوها على الخبز، أو حتى تشيلوها مخبوزة. كمان العجينة بتستحمل تقعد معاكم في التلاجة من يومين لتلاتة، على شرط أنكم ما تخمروهاش قبل دخولها التلاجة. خليني بس أطفي الكتل عشان ما اقعدش ازعق. بالنسبة للعجينة زيها زي أي عجينة تانية، أول حاجة لازم تكيسوها كويس جدا وتسيبوها تتخمر. لو أنتوا الجو عندكوا حر بتاخد من نص ساعة لساعة إلى ربع، لو الجو برد ممكن توصل لساعتين. لازم تكون متغطية علشان السطح بتاعها ما يعملش قشرة وينشف. تاني حاجة لازم تكون موجودة في مكان ضلمة دافي رطب. فنعمل ايه؟ نشغل الفرن 10 دقايق ونطفيه، ونحط صينية فيها مية سخنة بتغلي من الكتل. بعد كده ندخل البولة اللي فيها العجينة، والباب بتاع الفرن نحط عليه فوطة غامقة. بكده نكون وفرنا زي الدولاب بتاع التخمير اللي بيكون موجود في المحلات. أعرف منين إن العجينة خمرت؟ بيتضاعف حجمها. كل المقادير لازم تكون في درجة حرارة الغرفة، الخميرة لازم تكون في درجة حرارة الغرفة. الناس اللي بتشيل الخميرة في الفريزر أو في التلاجة حفاظا عليها لأن ما بيستخدموهاش كتير، لازم يطلعوا الخميرة ويسيبوها توصل لدرجة حرارة الغرفة الأول، وبعد كده نبتدي نخمرها. ليه؟ لأنها هتاخد وقت طويل قوي لحد ما تبتدي تتفاعل وتشتغل وتاكل وتتخمر، وده هيحسسكوا ان الموضوع واخد وقت طويل قوي. الحاجة اللي بعدها، المية اللي بتتحط على الخميرة لازم تكون دافية. لو المية دي ساقعة برضو هتاخد وقت طويل قوي عبال ما تتخمر. لو المية دي سخنة هتموت الخميرة، فلازم المية تكون دافية. مع وجود المية الدافية لازم يكون في سكر، لأن الخميرة كائن حي يتغذى على السكر، وبيحتاج محيط دافي علشان يتكاثر ويكبر ويشتغل. ولذلك المية تكون دافية وشوية من السكر أو العسل لو أنتم بتستخدموش سكر. اختبر خميرتي ازاي؟ اخد نص كمية السائل بتاع اي وصفة بتعملوها، احط عليها السكر واحط عليها كمية الخميرة، اقلبها واغطيها. لو عملت فقاقيع كده عاملة زي الصابون زي الرغوة كده تبقى شغالة. اشتغل واحط بعد الاول كمية المية اللي فيها السكر والخميرة، وبعد كده بزيد الكمية التانية من المية او السائل بصفة عامة بالتدريج. ليه؟ علشان اكون ضمنت اني اخدت الكمية بتاعة الخميرة كلها جوه الوصفة. طبعا ده يسري على المية او على اللبن، مفيش مشكلة خالص، او حتى على اللبن الرايب. بعد كده ببتدي ان انا اشتغل بالعجينة واسيبها تتخمر. لو العجينة بتاعتكو هتتشكل او هتتحشي او يبقى بعد التشكيل بنسيبها تخمر مرة تانية، بس طبعا المرة التانية بتكون من 10 دقايق لربع ساعة، ما يتخطاش الوقت ده، مش زي الوقت الاولاني. ينفع نشيل الخميرة في التلاجة، العجينة في التلاجة؟ ايوة، ولكن تكون ما تخمرتش لانها هتتخمر في التلاجة. انتوا بيكون فكركوا انها طالما جوه التلاجة يبقى التخمير مش هيشتغل. لا، الخميرة بتشتغل، لان تاني الخميرة كائن حي بيشتغل في المحيط السائع ابطأ من المحيط الدافي، ولكن ويموت في المحيط السخن، ولكن هتشتغل. فلو هتشيلوا الخميرة العجينة في التلاجة تكون ما تخمرتش،
فتتخمر على مهلها جوه التلاجة. برضو لما تطلع تتساب لحد ما توصل العجينة لدرجة حرارة الغرفة. لو اتشالت في الفريزر بيوقف التخمير بتاعها أول ما توصل لدرجة التجميد، فممكن تشيلوها متخمرة أو تشيلوها مش متخمرة، ولما تطلع توصل لدرجة حرارة الغرفة وبعدين تبتدي تتخمر براحتكم. تقدروا تشيلوها عجينة، تقدروا تشيلوها ديسك مفرود، ديسك مفرود وواخد 10 دقايق من الفرن. ينفع يا أميرة أشيلها مستوية وعليها التوبينج بتاعها؟ ينفع. طب ينفع احط التوبينج عليها وهي مش مستوية واشيلها في الفريزر؟ برضو ينفع. الحاجات اللي يعني ما بتبقاش حلوة قوي مع البيتزا لما تتشال في الفريزر هي البصل، الطماطم، يعني دي من الحاجات اللي بنخاف منها شوية انها تغير طعمها والقوام بتاعها، لكن في المطلق ينفع، ما فيش مشكلة خالص. العجينة اللي احنا هنعملها النهاردة تقدروا تعملوا منها البيتزا، العيش، المناقيش، تقدروا كمان تعملوا منها الميني بيتزا طبعا، والكالزوني، والبيتزا الحلوة أو المسكرة زي ما احنا هنعمل النهاردة. تعالوا بقى نروح. أنا عمالة أقول دي ريحة إيه، دي ريحة إيه، طب حد يشاور لي إن في حاجة هنا بتنتحر. تعالوا بقى نروح للمقادير بتاعة العجينة. احنا هنعمل كيلو دقيق، انتوا تقدروا تعملوا كيلو ونص، 2 كيلو، تقدروا تعملوا نص كيلو. أهم حاجة يا جماعة هتقسموا المقدار بالنص، يبقى المقادير كلها، المكونات كلها بتتقسم على 2، هتعملوها في 2، في 1.5، ايا كان كل المكونات، يعني ما تمشوش على سطر وتسيبوا سطر. وحدوا الكوبايات او المعالق اللي انتوا بتستخدموها، او لو هتكونوا بتستخدموا الميزان لو الوصفة بالمقدار بالميزان. نبتدي بقى في العجينة. هي عبارة عن كيلو دقيق أبيض، لو لقيتوا الدقيق بتاع البيتزا أو المعجنات هيبقى أحسن كتير، ما لقيتوهوش يبقى جميع الأغراض ويكون منخول. 20 جرام من الخميرة الفورية، 30 جرام من السكر العادي اللي بنحل بيه السكر، 10 جرام من الملح، 15 ملي من زيت الزيتون، ممكن يبقى زيت ذرة، 600 ملي من المية الدافية. العجينة الأساسية اللي بيتعمل منها البيتزا لا بتاخد زبادي ولا بتاخد بيض ولا بتاخد لبن ولا بتاخد لبن بودرة. مش معناه ان انا ضد ان احنا نحط الكلام ده، ولكن هي العجينة الأصلية ما فيهاش الحاجات دي. إضافة البرنامج للعجينة عبارة عن توم بودرة وبصل بودرة وزعتر، طبعا ده في حالة انكم هتعملوا العجينة حادق بس. بعد كده الصوص عبارة عن عصير طماطم، صلصة طماطم، ثوم مفروم، بصل مفروم، تقدروا انكم تفرموهم ناعم جدا، تقدروا تستبدلوهم بالبصل والثوم الباودر، او تقدروا انكم تضربوها بعد كده في الكبة وتبقى ناعمة خالص. عندنا كمان ملح وفلفل ورشة سكر، زعتر وزيت زيتون. التوبينج اول واحد هيكون مارجريتا، فهنحط له موتزاريلا بس. بعد كده هنعمل بيبروني مع الموتزاريلا والفلفل الاحمر المفروم. اي حاجه من اللي احنا هنعملها تقدروا تشيلوا وتحطوا منها زي ما انتوا عايزين، حسب اللي انتوا بتحبوه او حسب المتوفر عندكم. نقول بقى بسم الله، ناخد هنا الدقيق يا مدام وفاء، بالراحة كده. ادي الدقيق. مدام وفاء ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، ازاي حضرتك؟ عايز اعرف يا مدام اميرة، عايز اعرف الفول المدمس بتتحط على المية ايه؟ وشكرا. عينيا، الفول المدمس لو سمحتوا، حطينا السكر والخميرة، حطينا الزيت والدقيق، حطينا رشة الملح، رشة الزعتر، رشة الثوم الباودر، رشة البصل الباودر، لأ مش أساسيين في العجينة، سامعاكم. وهننزل الفول المدمس لمدام وفاء حالا، لسه كان جاي لي، شكرا شكرا، لسه كان جاي لي كذا تطبيق على الفول، بس يعني حالتي الصحية ما كانتش نافعة قوي ان انا مش كنتش بتابع قوي ان انا انزل، بس هنزلهم لكم.
كمان جالي تطبيقات من ناس عملته مشروع وبتحطوا فيه الاكياس وبيبيعوه. بسم الله. اوكي نبدأ في الصوص. دي سخنت شلناها، هنرجعها تاني ونقرب حاجة الصوص عشان ما نفضلش رايحين جايين. هناخدها معانا هناك اهو، كله جنبي هنا كده علشان ما اروحش واجي كتير. واغلبكم معلقه زيت زيتون، طبعا اللي عايز يستخدم زيت ذره يستخدم زيت ذره مفيش مشكله خالص. ادي المعلقه. بعدين هنزل بسم الله الرحمن الرحيم البصل، اتبله بالملح، الفلفل، الزعتر. يا اسراء يا اسراء، ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. اخبارك الحمد ايه؟ ايوه اخبارك ايه حبيبتي؟ تمام الحمد لله. امور يا اسراء، ممكن اعرف طريقه تخليل زيت الزيتون؟ حاضر عينيا يا هبه، عايزين نخلل الزيتون. وادي الثوم المفروم. لا ما احنا هنمشي بنفس الحاجه. لا 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 لا، احطيه في الاسبوع، نشيل حاجه ونحطه، فهمتي قصدي؟ الموسم هيروح علينا. بليز شيلي حاجه وحطيه. تسلمي لي يا حبيبتي. وادي السكر وادي الصلصه. طبعا السكر يا جماعه رشه يا دوبك تعادل حموضه الطماطم، مش كميه يعني. نقدر هنا نسيبه زي ما هو، نقدر نضيف شويه ميه ونقدر نضيف شويه عصير طماطم، مش كتير يا جماعه. في ناس تعمل ايه بقى، تيجي هنا تقوم ضايفه ميه كتير قوي وبعدين تستنى كتير قوي لحد ما الميه تتبخر والصوص يتسبك، ملهاش اي لزوم. هو كده متسبك وقوامه مظبوط، غلوه واحده بس وهنطفي. انا بالنسبه لي هطفيه لان الغلوه دي هو هياخدها مع السخونية بتاعة البوتاجاز، عشان البوتاجاز هنا كهربا وبيفضل سخن. يا جماعة حبيبتي يا مدام يسر، اهلا ازيك يا امور؟ ازي حضرتك يا مدام يسر؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي. سلامة ليكي. الله يسلمك من كل شر. يا رب تبعدي عننا ودايما منورة مكانك. امين يا رب العالمين. ما تحرمش منكم يا حبيبتي وما تحرمش من سؤالك. تسلميلي تسلميلي يا مدام يسر. تعالوا بقى هنطلع فاصل ونرجع. الصوص خلاص، العجينة أول ما نرجع نعجنها سوا ونكمل بقية الوصفات. استنونا. أهلا بيكم بعد الفاصل. نعمل بقى، طلعت الغلطة من عندي، معلش معلش. أنا بقول لكم أنا يعني لسه في مرحلة التليين. ننزل بقى السائل واحدة واحدة. اول ما العجينه تلم معايا اوقف السائل على طول، تاخد اقل تاخد اكتر زي ما دايما بنقول، حسب كميه قصدي حسب نوعيه الدقيق بياخد كميه سائل قد ايه. انا مش عايزاها لينه قوي، مش عايزاها ناشفه قوي، لان الخميره لما بتتعجن وكمان بعد كده بتتساب تتخمر بتمسك نفسها شويه، فاحنا مش عايزينها ناشفه زياده عن اللزوم. يا مدام يسر يا اموره، نقفل بس عشان مدام يسر تسمعنا وبعدين نكمل. يا مدام يسر ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي. بصي بقى، انا حاجزه برطمان زيتون بطريقه ماما من السنه اللي فاتت. يا نهار ابيض، ده يوصل لحد باب البيت والله. لا يعني عناية. بقى بصي مش هسيبه لكم السنه دي بقى. عناية يا حبيبتي عناية. عشان بطريقه ماما دي اكتر طريقه بحبها في التخليل. عناية. هبه قالت ان احنا هنعمله يوم الاحد ان شاء الله. طيب ما هبه شكلبتني في اللسان، يلا. لا لا لا، انا قلت لحضرتك احنا مش ناسيينه. اهي هبه بتقول لا لا والله. احنا بس بنسلم المنيو لاننا مجتهدين قبلها بشهر بشهرين بتلاتة، يعني احنا نبتدي نشتغل في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي بهارات الكيجن ايه دي بقى؟ احنا هنزلها لك حالا، احنا عملناها في حلقة من الحلقات. لا محل شهير قوي اللي هو بيحط سي فود في الاكياس. فبيعمل صوص الولاد دايما يسألوني عليها. أيوه. انا مش عارفة. حاضر عينيا عينيا. تسلم عينيك عينيا يا حبيبتي عينيا. اول حاجة
جبنا العجينة بتاعت البيتزا وفردناها وخرمناها. التخريم هنا مهم. وبعدين حطينا عليها الصوص اللي احنا عملناه سوا، وبعدين حطينا عليها شوية موتزاريلا، بقت ايه؟ بقت مارجريتا. طيب انا عايزاها يا اميرة بالبيبروني، ادي البيبروني. بحب الفلفل الاحمر، بحب الفلفل الاخضر، بحب الفلفل الحار. عايزة احط بسطرمة، عايزة احط جبن مشكلة، عايزة احط اسمها ايه دي، زيتون اسود واخضر، اللي انتوا عايزينه. الصوص موجود والعجينة موجودة، يبقى التوبينج حسب الرغبة. مشروم، بصل مكرمل، وطبعا اكيد اكيد لو دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوا كمية افكار للبيتزا غير طبيعية، تقدروا برضو انكم تاخدوا منها. طيب دي حاجة. الحاجة التانية نجاوب بقى على مدام يسرى، اول حاجة الزيتون هنعمله ان شاء الله باذن الله يوم الحد الجاي بكل تفاصيله. رقم اتنين، علشان نعمل اللسان، اللسان يا مدام يسر من ساعة ما حضرتك قلت لنا وهو نازل في الجدول، بس أنا دي حاجة عايزة فعلا أشرحها علشان مش عايزة حد يزعل مني. إحنا من النوع يعني إحنا هنا عندنا قوانين صارمة، فإحنا لازم نسلم المنيو بدري شوية. فإحنا يعني إحنا اشتغلنا مولد النبي وهنخلص عشان ننجز، عشان نبتدي نخش في تحضيرات الشتاء والأعياد بإذن الله. إن عشنا وكلنا عمر وربنا كتب لنا العمر، بعد كده هتلاقونا بنشغلين في تحضيرات رمضان. فاعذرونا لو حد بيطلب مننا حاجة وبتتأخر في إذاعتها على الشاشة شوية، لأن عقبال ما بتاخد دورها في المنيو اللي يكون بعد اللي تسلم بتاخد شوية وقت، لكن مستحيل حد يطلب مننا حاجة وما تتعملش، فمحدش يزعل بليز. هناخد دي على الفرن، وده يخلينا نروح للتسوية. احنا ما اتكلمناش عن التسوية، عشان نسوي البيتزا تسوية مظبوطة لا تطلع نية ولا تطلع ناشفة، لازم سمك البيتزا نفسه ما يكونش عالي قوي. رقم اتنين، الفرن يكون حامي جدا، 200-220، الرف اللي في النص فوق وتحت شغالين مع بعض، ان وجدت المروحة بنشغلها معاهم. المدة جوه الفرن لا تتجاوز العشر دقايق للصواني الصغيرة او الميني بيتزا، ولا تتجاوز الربع ساعة لتلت ساعة على أقصى 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 تقدير للبيتزات الكبيرة. كل التوبينجز لازم تكون مستوية سوى كامل، مفيش حاجة بتستوي جوه غير العجينة بس. لو المدة هتبقى طويلة لازم الموتزاريلا تتحط في آخر المدة، لكن لو هتبقى سريعة زي كده يبقى بنحطها من الأول، مفيش مشكلة. يا ميار. ألو، ازيك يا ميار؟ الحمد لله، بحبك قوي. انا كمان يا حبيبتي بحبك قوي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزه طريقه الدونتس. حاضر، عينيا. نزلوا لنا طريقه الدونتس، واكتب لنا يا هبه بعد اذنك ان احنا عايزين نعمل حلقه عن الدونتس. انا متوقعه منك الاجابه دي، كنت مستنياها. ارد عليكي؟ لحد دلوقتي عملنا عجينة البيتزا، عملنا صوص البيتزا، عملنا الميني بيتزا المارجريتا والبيبروني، ودخلناهم الفرن. طبعا الميني بيتزا تعملوها أصغر من دي شوية وتحطوها في اللانش بوكس للكبار وللصغيرين. جايلي أسئلة كتير جدا جدا على السوشيال ميديا عن اللانش بوكس للأطفال اللي عندهم حساسية طعام متعددة. بكرة في حلقة إن شاء الله خاصة ليهم، وكل اتنين وتلات تتابعونا أرجوكوا لمرضى الحساسية والنباتيين وما إلى ذلك والصايمين وكله. جايلي أسئلة كتير جدا عن اللانش بوكس بتاع الكبار، فأنا عايزة أشنق نفسي أو أشنق هبة، يعني مش عارفة أعمل إيه. يا جماعة إحنا بنعمل حلقات كتير جدا 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 للأطفال لللانش بوكس، اتذاعت الأسبوع اللي فات للانش بوكس الكبار كبار السن، كل دي حلقات مخصصة موجودة عندنا. أرجو اللي فاتته الحلقات دي يتابعها على اليوتيوب، ويتابعنا في تقسيمة الأسبوع، لأن ما شاء الله بقت غنية جدا جدا وبقى فيها كل طلباتكم. الأطفال اللي مش بيرضوا ياكلوا اللانش بوكس بتاعهم، أرجوكوا حطوا لهم حاجات بيحبوها. اللي ما بيرضوش ياكلوا الألبان والبيض والحاجات المفيدة، حطها لهم جوه الأكل بطريقة غير مباشرة زي ما احنا بنعمل. أرجوكوا الفطار الصبح ما يكونش في صورته الطبيعية، البيضة بيضة واللبن لبن. لو الأطفال مش راضيين ادوهم واحدة كريب فيها كل الحاجات دي. فأرجو أنكم تتابعوا الحلقات. تعالوا بقى نعمل بيتزا المايكروويف.
عندنا 8 معالق كبار من الدقيق. وهنعمل كل حاجة. استني بقى ما أقولك. ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، تمن معلقة صغيرة أو يعني على طرف المعلقة كده بيكنج صودا. إن مش موجود حطوا التمن ده من البيكنج باودر برضو. زعتر مجفف، فلفل اسود وتوم وملح، لبن وزيت زيتون. طبعا المقادير عندكم بالتفصيل على الشاشه. الحشو او التوبينج عباره عن زيت صوص مارينارا اللي هو صوص البيتزا اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، لحمه مفرومه متعصجه، ممكن تستبدلوها ببسطرمه، تركي مدخن، سلامي، بيبروني، هوت دوج، زي ما انتم عايزين. كمان عندنا فلفل رومي وموتزاريلا. ايه اللي هنعمله؟ هناخد، انا احب اخد بوله الاول اشتغل فيها بس يعني ايه للتاكد كده ان الامور كلها ايه واضحه قدامكم. هاخد الدقيق، هاخد كل المقادير على بعضها. ادي الدقيق، ادي الزعتر، البيكنج صودا او البيكربوناتو من عند العطار او السوبر ماركت، بيكنج باودر، البصل البودره، واللبن والزيت. يا احمد. السلام عليكم. استاذ احمد ازاي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك من كل شر يا رب. على الخير، طالما شفتك خلاص على الهواء. طيب. كده طمنا عليك. الله يسعدك يا رب. بس انا الحاجه اللي فاتت بعد ما خلصت وانت اتكلمت على حسن الاسود ويقولوا دي اجيبه من عند احمد في المنيا، انا زعلت والله لو انا بتحرم زي زمان. العسل الاسود ماله يا استاذ؟ انا قلت ايه؟ استاذ احمد زعلان مني انا قلت حاجه بس مش عارفه ايه هي. ليه ليه ليه؟ اعرفوا لي بس من استاذ احمد لان ممكن يكون فاهمني غلط. انا افتكرت، انا في الحلقه بتاعه اللي استاذ احمد كلمني فيها وانا قلت نجيب العسل الاسود من المنيا من عند استاذ احمد عشان هو ده اصل العسل، تالي هو قصده على كده. ف استاذ احمد قدها وقدود وعندك الخير كله، وان شاء الله احنا نجيلك لحد المنيا وناخد الواجب بتاعنا وناخد العسل الاسود قبل ما نروح. ومتشكره لحضرتك جدا جدا. انا فهمت خلاص، شايفين الجمال والريحه خطيره. هلبس الجلوفز والم العجينه دي هنا عشان اشوف اذا كنا محتاجين ميه. شك ان احنا محتاجين معلقتين ثلاثه ميه، هقول لكم ليه. لان العجينه بتاعه الميكروويف المفروض انها ما تكونش ماسكه نفسها قوي، بس هي مش ماسكه نفسها، معش كده بقول لكم الايد في العجين ضروري. بصوا اهي شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه، لو لقيتوها اجمد من كده تضيفوا لها معلقه واحده من اللبن او الميه اهو. طيب انت يا اميره قلتي عجينه البيتزا مش باللبن وانت استخدمتي دلوقتي لبن، ما انا عايزه ادخل لاولادنا اي فايده. يعني لو عرفت ادخل لبن، زبادي، بيض. هي مش العجينه الحقيقيه يعني الاساسيه بتاعه ايطاليا، لكن العجينه الولاد بيحبوا البيتزا، فلو انا عرفت اضحك عليهم وادخل لهم الكلام دوت بحيث انه استفيد يبقى ليه لا. عملنا العجينه اهو، وبعدين هناخد عليها الصوص بتاع المارينارا او صوص البيتزا اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. تقدروا تحطوا صوص بيستو طبعا، شويه لحمه او اي حاجه مستويه، لحمه فراخ سي فود اللي موجود، شويه فلفل رومي اللي بيحب الزيتون يحط، وشويه من الموتزاريلا. تقدروا تدوها للولاد في الشغل، في الجامعه، في الجيم، في المدرسه. تقدروا تعملوها للولاد فطار الصبح، في ولاد بتصحى بدري وبتفطر قبل ما تنزل، فتقدروا تعملوها في 10 دقائق الموضوع هيكون خلص. هنحطها وهنقفل عليها بالغطاء المعتاد، وبعدين هنشغل دقيقه ونص مبدئيا وبعدين نبص عليها تاني. يلا بينا يا ندى. ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اموري يا ندى، عايزه تسالي على ايه يا حبيبتي؟ عايزه اسال عن طريقه الـ يعني البيبروني بيجيب من فين لو سمحتي؟ من عند السوبر ماركت يا ندى، من الحته اللي بنجيب منها اللانشون والبسطرمه. حبيبتي يا ندى قبل ما اطلع فاصل، ووك سخنه
معلقه زيت، وهنزل عليها بصل شرايح رفيعه ورشه ملح ورشه فلفل، وهنطلع فاصل ونرجع اكون حمصته شويه او حمرته شويه لحد ما ترجعوا عشان بياخد وقت. فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش حاجه خالص غير اني اديت للبيتزا وقت تاني لحد ما استوت. يا جماعه الحاجات اللي في المايكروويف بتستوي سوا كامل، ما تقلقوش، وبتتحرق، فيعني قصدي ما تطولوش عليها زياده عن اللزوم اعتقادا منكم ان الحاجات اللي في المايكروويف ما بتتحرقش. لا، بتتحرق وحرقها اصعب من الفرن. وبصوا لي على جمال البيتزا، شايفين؟ وشايفين العجينة مستوية؟ لا تقلقوا يا جماعة، لا تقلقوا، اهو بيتزا في اقل من 5 دقايق بقى عندنا بيتزا بعجينتها بالصوص بتاعها بكل حاجة. قبل ما تطلعوا فاصل كنا حطينا البصل الشرايح على النار وادينا له معلقة من الزيت وادينا له ملح وفلفل. بصوا عمل ازاي، عمل بصل متكرمل طري، مش محمر، مش زي بتاع الكشري، ماشي. هنقوم ضايفين عليه دلوقتي مشروم، وهنضيف ليه مكعب واحد من الزبده، وابتدي بقى اقول لكم احنا بنعمل ايه وباقي المقادير ايه. بس معلش دي خطوه كانت لازم تتعمل قبل الفاصل علشان اكسب وقت. الادوات اللي بتستخدموها ودرجه الحراره والتكنيك وترتيب الشغل، كل ده مهم جدا 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 في تسهيل مأمورية الطبيخ وتسهيل المأمورية جوه المطبخ. اهو ونسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعض. طب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ عملنا المشروم والبصل المكرمل بتاع سندوتشات البرجر، عارفينه لما تروحوا تطلبوا مشروم اند سويس من اي مكان، ده مش ماركه، ده اسم الساندوتش وموجود في كل محلات الفاست فود. بيجي لكم ايه؟ بيجي لكم ساندوتش فيه برجر، واحنا عملنا طبعا البرجر قتلناه بحسن قبل كده بكل كل طرقه وتفاصيله. بيجي لكم برجر محطوط عليه خليط البصل مع المشروم. في محلات بتعمله مشروم بس، في محلات بتعمله بصل بس، في محلات بتعملوا ميكس ما بين الاثنين، وطبعا الاسامي بتختلف في الحاله دي. اوكي، فاحنا دلوقتي عملنا المشروم والبصل وسبقناكم بخطوه ان احنا سوينا المشروم لاننا عملناه قبل كده مع بعض كتير جدا، وباقي المقادير موجوده عندكم. طبعا العجينه هي العجينه وفردناها في صينيه مدوره، السمك من نص سنتي لسنتي. للحشوة عندنا برجر مستوي وعندنا زيتون شرايح، صوص المارينارا او صوص البيتزا اللي احنا عملناه، البصل الشرايح والمشروم والزبدة اللي احنا عملناهم على النار مع الملح والزيت والموتزاريلا طبعا للوش. بعد كده هندهن ببيض وحبة البركة وزيت، وهنقدم مع مايونيز وكاتشب وجرجير وخس. مدام صفاء طبعا تقدروا تعملوها توبينج بيتزا عادي، مش لازم حشو كالزوني. كالزوني ده شكل البيتزا اللي هي معموله زي الرغيف كده ومعموله نص دايره اللي هي هلال كده. مدام صفاء. الو حبيبتي، عامله ايه؟ حبيبتي يا مدام صفاء، حضرتك اللي جميله والله، والبيتزا وكل شيء جميل بتقدميه. تسلمي لي، ده من ذوقك يا حبيبتي. وحشاني انت اكتر يا حبيبتي، انت اكتر والله. كنت هتصل بيكي يوم الاربعاء بس حضرتك كنت مش موجوده. الله يسعدك يا رب. والله انا نفسي تحضري عندنا شويه في المنيا. يا نهار ابيض، ده انا يشرفني. الله تشرفينا والله. حبيبه قلبي يشرفني طبعا، اهلنا في المنيا اهل الكرم والجدعنه والاصل كله. ده حضرتك والله يسعدك يا رب. بقى تقولي لي تهنئه لمروان محمد انور وجدي اخو بيري، عينيا، عشان هم يقولوا لي طنط اميره هي اللي بتعمل لنا. عينيا، كل سنه وهو طيب وبالصحه والسلامه يا رب. حبيبتي نورتيني. اخدت البيضه هنا حطيت عليها ملح وفلفل، والعجينه زي ما قلت لكم فردناها في الصينيه اهي. انا بحب اديها كده ايه تخريمه بسيطه جدا للتأكد بس،
انها مش ايه، مش هتعلى بزياده عن اللزوم، لان هي ما شاء الله خمرانه حلو والدنيا لذيذه قوي يعني. اوكي طيب هنعمل ايه؟ هناخد اللي في ناس بقى مع ده ما بتحبش تحط صوص احمر، انا منهم الصراحه يعني، انا مع ده ما احبش احط صوص احمر بصراحه، بس يعني خلينا ايه نحطه ونقول لكم انكم لو مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش. يبقى ادي الصوص اهو، شويه زيتون بسيط بسيط بسيط، ممكن فلفل رومي مثلا متقطع صغير لو حابين. الحقيقه برضو ان في ساندوتش البرجر ده بياخد جبنه سويسري، عشان كده اسمه مشروم اند سويس، بس 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 الجبنه السويسري غاليه جدا، فاحنا هنحط موتزاريلا، لكن احنا برضو بنقول ايه يعني اصل الاشياء، وانتوا طبعا ايه احرار في الاستخدامات بقى حسب المتوفر عندكم، لان هناكل بيتزا يعني هناكل بيتزا، لكن طبعا كل واحد بالمتوفر عنده من غير ما يرهق نفسه. برجر يعني اظن ان دي زي ما تقولوا كده ايه جامعة اكتر حاجتين ولادنا بيحبوهم، البرجر مع البيتزا، واحنا كمان الصراحة مش بس الولاد. هاخد العجينة وهقوم قافلاها الناحية التانية اهي بمنتهى البساطة اهو، العجينة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولما تعملوا العجينة دي مش هتبطلوا تعملوا البيتزا في البيت، وانا عايزة اعمل لكم بيتزا الطاسة كمان، اتأكد بس كده ان انا بفرد كله جوه متساوي. عايزين نعمل بيتزا الطاسه السايله يا هبه. واخد ضربه كده للبيضه دي، اه شوفي لنا كده ليها، عارفه انت بقى انا ليا تصور تاني ليوم الحد ده، جالي دلوقتي والله جالي ده، لسه لسه الهوم ورك، الهوم ورك لسه وخلص خلدهم في غدا التلي اليوم المفتوح. لا والله ليا تصور تاني خالص غير اللي انت قلتيه كالعاده يعني. اه رب لا ده انا بقالي كتير قوي ما بقى تخدتي على كده تخدتي على، انا ماليش دعوه، لا ماليش دعوه، ده مش موضوعي، ده بتحاسبيني على حاجات يعني مش بتاعتي، لكن انا بقالي، لا بقالي كتير ما غيرتش، حرام عليكي، انا متكلمش على الاجازه بتكلم على التغيير. رشينا البيض، رشينا السمسم، رشينا حبه البركه وشكرا. فرن حامي 200 220، الرف اللي في النص فوق وتحت شغال، ده هياخد من ربع ساعه لتلت ساعه عشان مقفوله. لو المروحة موجودة شغالة طبعا. هنطلع فاصل ونرجع لكم، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. هنجيب عجينة البيتزا يكون ما فيهاش لا توم ولا بصل ولا زعتر، وهنفردها وما تكونش تخينة يعني نص سنتي كفاية جدا جدا. وبعدين هنجيب على فكره بالايد بتتفرد كويس جدا جدا، لان حقيقي العجينه مظبوطه قوي ومتخمره مظبوط، فحتى مش محتاجين نشابه ولا اي حاجه خالص اهي. وبعدين بناخد بالشوكه ونخرمها، هندخلها الفرن لمده 10 دقائق، هتطلع بالشكل ده، ده الشكل اللي احنا عايزينه، وتكون بارده. اوكي ونفس ده نفس ده 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 الني ده ممكن يتشال في الفريزر زي ما هو كده. اوكي هاخد ايه بقى، اعمل ايه بقى، انا اقول لكم هعمل ايه. الفرن خلاص خلينا نطلعه عشان ما نبقاش مشغولين بيه، ونرجع تاني للايه، ده الكلزوني المحشي بحشوه البرجر والبصل مع المشروم، خطيره 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 وهتعجبكم جدا صدقوني. هناخد الديسك بتاع البيتزا اللي استوى وبرد، وبعدين هنقوم واخدين شويه من الشوكولاته القابله للدهن، ممكن نستخدم زبده فول سوداني، ممكن نستخدم زبده بسكوت القرفه، ممكن نستخدم شويه كريم شانتيه، يعني اي حاجه انتوا حابينها. اوكي اي حاجه انتوا حابينها، هننزل كله هنا كده
وبعدين بظهر المعلقه او بسباتولا ممكن كمان تعملوها فور سيزن، يعني مثلا ايه ربع في زبده فول سوداني، ربع تاني في شوكولاته قابله للدهن، ربع تالت في مثلا زبده الفستق، وهكذا. يعني ممكن تعملوها كذا حاجه. اهم حاجه العجينه لازم تكون مستويه ومش مش سخنه، اوكي. وبعد كده نبتدي نرص بقى الاشياء زي ما احنا عايزين. يا مدام منى يا حبيبتي. شيف اميره، يا اميره حبيبتي، يا مدام منى، من كثرة ما بفكر فيكي انا كنت انت معايا طول الليل حبيبه قلبي، واحنا طالعين مع بعض على التلفزيون. الله يسعدك يا رب. اتمنى ما كنتش ازعجتك في نومتك، معلش انا اسفه. احنا كنا مبسوطين وراكي وراكي، معلش معلش، سامحيني سامحيني. بالعكس انا من كتر ما بفكر فيكي حبيبتي، وعجبني العبايه اللي على الانستجرام، جميله حبيبه قلبي، توصلك لحد باب البيت، ما تغلاش عليكي ربنا يا بنتي يحفظك. من بعد ما عندكم بعتلك كومنت عليها حبيبه قلبي. وبعدين تسلم ايديكي على البيتزا اللي انت بتعمليها بالفواكه دي. تسلمي لي يا حبيبتي بجد، انا هقوم اعملها. يلا بينا، يلا يا مدام منى على طول. تسلم ايديكي مقدما، اشكرك يا مدام منى، ربنا يخليكي حبيبتي. حطينا كده شويه كيوي، شويه تفاح، وادي شويه من العنب. المتوفر عندنا نحطه، اللي الولاد بيحبوه نحطه، اللي موجود في الموسم نحطه. يعني انا طبعا لو في شوكولاته كان زماني دلوقتي ايه، قصدي فراوله، كان زماني دلوقتي مع الشوكولاته دي حطيت ايه فراوله، بس مفيش، مش في الموسم لسه. شويه شوكولاته بيضه كده لزوم الحركات، متسيحه بدون اي اضافات. شويه صوص كراميل على اساس يعني ان كل ده مش كفايه. لذيذه، ممكن تعملوها ميني كمان وتقدموها للولاد، لطيفه جدا جدا جدا، وبتاكل وبتشهي كده. فدي كانت الحلقه بتاعت النهارده والوصفات والافكار بتاعت النهارده، حلقه مخصصه للبيتزا. اتكلمنا عن العجينه، اتكلمنا عن التخزين، اتكلمنا عن التسويه، كمان اتكلمنا عن الافكار بتاعتها. عملنا ميني بيتزا، عملنا بيتزا المايكروويف، عملنا الكالزوني، عملنا البيتزا الحلوه او البيتزا المسكره، وعملنا حشوه هنا لذيذه قوي، ممكن تعملوها جوه البيتزا وممكن كمان تعملوها في الساندوتش، بتبقى لطيفه جدا جدا، حشوه البرجر مع المشروم والبصل. دي كانت الوصفات والافكار بتاعت النهارده اللي بتمنى تكون عجبتكم. اكيد بتمنى متابعتكم يوميا من 3 ل 4. تعديل بسيط بس عشان الناس ما تقعدش تستنى الحلقه، احنا حلقه الزيتون هتكون الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاربع مش الحد، علشان خاطر ادي هبه فرصه، معلش انها ايه، نحضرها مظبوط علشان تطلع زي ما احنا عايزين. فيوم الاربع الجاي ان شاء الله هنعمل الزيتون المخلل ان عشت وكان ليا عمر، مش الاسبوع ده، الاسبوع اللي جاي بامر الله. استنونا بكره الساعه 3 ان شاء الله.